مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى منكم الصلاه على الحبيب محمد افضل الصلاه عليه. وهيا بنا نبدا قصتنا. هم يتقدمون النهائيين وبطلنا يتقدمون، تلفت بطلنا النظر الى المنزل ويقول ويبتسم، لا زال كما هو لم يتغير. سيد الشاب ثلاثه لهنا عاده ويخلي يتعرق، لا يمكنك حتى التظاهر بالتوافق معي. حسنا، انت تتحدث كأنك رجل عجوز ليس لهذا الدرجة. وتنهد، هل انا حقا اتحدث كرجل عجوز؟ اي، وانا رايح مسؤوله الخادم، ولكن ماذا لديك تفعل هنا؟ لا يبدو انك اتيت لهنا مع الماركيز، لقد اتيت بمفردك. ويتسم، ما الذي هذا الذي تتفوه به؟ انا هنا مع كبير الخدم. هنا نرى متفاجئ بس، لكنه ينزل رأسه، انا ليست كافية. ونرى بطل يضع يده عليه ويقول، لا تقل هذا عن نفسك، انت اكثر من حليف وموثوق لدي. لقد وصلنا. ونراهم يقول، هذه غرفتي المعيشية. حسنا، مذنكم يا رفاق، لا يوجد لديكم الكثير من الوقت تضاعت مثلي، نقطع الشك باليقين ونبدأ. وكنا أريد التحدث إليك بمفردي. سيد مكوين، انتظر خارجا من فضلك، ابقى هنا لبعض الوقت. علم القادم بطلنا. ونراهم أغلق الباب خلفهم، ونرى قاعدة وبريح يا كتاما، ما الذي تريد التحدث عنه؟ ونربط هنا انظر اليها ويقول، لقد كذبتي، ما الذي تقوله؟ وعد بين العائلات. ونراها بعد ممارسة تدريب المال خلال الخطوبة، تتذكرين هذا ليس كذلك؟ ونظرات بطلنا تخترق القلب، نراها ترتجف، كما قلت من قبل نحن لم نكسر الوعد، إذا كنت تشتبه بهذا لا يمكنك فقط تأكد بنفسك. من ناحية أخرى، لأنني أخبرت العالم أجمع بأنني خطيبتك، لقد وضحت أني في موقف صعب، إذا فهي تظن أنني أحاول اختلاق وخداعهم بهذا. حسنا، عندما فكر بما مضى فقد كنت تتصرف بريحية شديدة حينها. ثم يقول، أتحقق بنفسي، هذا جيد بالنسبة لي، إذا كنت بحاجة لهذا المحقق نبدأ. بس إيش اسمه، نراه ترجف بس يقول، لا أنا لست بحاجة لتحقق على عجل، أنا لست متأكد إن كلمة عائلتك ستلعب بعدل في المقام الأول. ويقول، مذن وصلنا لهذا، ما نثبت هذا أمامهم. وتقول، ما من تقصد بهم؟ وتتفاجأ وتنصدم، انتظر، هل أنت؟ أي أجل، هذا صحيح، الأشخاص الذين يحكمون بعد الوصف أكثر من أي شخص. نثبت هذا أمام عائلة بارسلوب. نرى عربوية قادمة، سيد الشاب لقد وصلنا، عمل جيد سير مريوم. نعم، ينزل، إنه مهووس السيف. نراه ينزل، يبدو أنه كبير بشكل مقزز، هو في مستوى مختلف عن ممتلكاتنا. حسنا، في هذه النهاية هذا على الكونت، هذا صحيح، إذا فهذا يوجد خامس فرسان الإمبراطورية. نراه لازم سيفه، يريد القتال. ويبتسم، هذا مجرد تذكير، ولكن رجاء امتنع عني الدخول في أي قتال مع هشي الكونت. تشي، منزعج ويقول، بالطبع انا محال، من تظنني مجنون قتال؟ حسنا، ان سنحت لي الفرصة فاضل القتال وعد لن انظر اي شيخ، لكني قطع بالنظر الي. عبالا لم يفهم، حسنا جيد جيد، لقد كنت اقول هذا على سبيل المزاح. ثم ينزل، على كل حال لما يقوم به بكل هذا الجحية للانتقال للمركز، هذا امر لا مفر منه للكونت يا سيضة، فهم غير راضين عن وضعهم في الحدود، هذا صحيح، مثل الانتقال على الحدود ليس جيد للعائلة نبيلة، لان النجاح المباشر يحدث فقط للعائلة التي تساعد الامبراطورية، فعالات الحدود من يفقدون اهتمام الامبراطور يتم اعدامهم ويختفون.
الخروج عندما تسنح الفرصة أمر ضروري بعد كل شيء. على كل حال، هذه الأميرة لم تقم بفسخ خطوبتها منذ بضع أيام. أجل، لأن الرجل كان خليفة والبرجلس. أوه حقا، ليس لأي سبب آخر. وانظر، يقول ليس الوجود شيء مشبوه بها. من عندي الأساس الفروسية وكذلك زاماتشي والبرجلس. إذا كان هناك حق شيء مشبوه بها فلا يوجد أي سبب لكي يبقى المركز والبرج ساكنه. هذا صحيح. هذا يعني أن بنا وريث والبرج كان مجرد ثلاثية درجة قيامها بفسخ الخطوبة. حسن، بعد كل شيء يوجد شاعرات عنك وأنا مغفلة. كيف الناس العائلة والبرجلس؟ العائلات الجيدة لا تحظى دائما بورثة جيدين. ويتسمون السبب ما حد يخبرني أن الأمر ليس بهذه البساطة. تتفاجأ وتقول ما الذي قلته للتو؟ لم تسمعيني؟ هي أن أثبت هذا أمام الجميع. واحد يتقدم، ماذا إن كنت برسل قادمة؟ إذا أسيت هذه فرصة جيدة لدفع الظلم الذي تشرين به. لماذا أنت متوترة؟ نرى بطل يستفزها وهي تتعرق. ليس لديك حق في فعل هذا، أنت ليست حتى هناك ممثل على بورجوس. أوه، ولكن أنا. ويطل القلادة وتتفاجأ. هذا أجل، هذا شعار والبرجلس. طالما لدي هذا أنا أعتبر هناك ممثل رسمي للعائلة. منذ اللحظة التي أظهرت فيها هذا الشرف عائلة والبرجلس دخل على الخط في أي نقاش أحظى به. ما يعني أن تحمل المسؤولية سيقع على عاتق عائلة والبرجلس إذا كذبت. ولكن نظرت لها من منظور آخر. نين سيتم اعتبارها كعدو من أعداء عائلة والبرجلس إن كذبت. هذا غريب، إذا كنت بريئة حقا فلا يوجد سبب لكل هذا التردد. هل أنت بريئة وكل هذا مجرد دعايات؟ هنا تصرخ. هل تعلم ما هو ثمن كلمات مسيئة التي تتفوه بها الآن؟ إن كنت مخطافة من ثمن كل هذا التداعي والأعداء سيقع على عاتق عائلة والبرجلس. أعتقد أن علينا فقط البحث عن الحقيقة وسنرى إذا ماذا ستختارين. ونراها يائسة. أنا. ويدخل بها. وتوقف. أوه، دخل هنا الغبي. أبي، أنت هنا أخيرا، لا تتكلم بعد. ديان إيلين، يعني يمكن التحدث بالجدية. دوق لينديل. خامس فرسان إمبراطورية في التصنيف واحد السياسي في الاثنى عشر، والشخص الذي سيخسر كل عزيز وغالي في سبيل محاربة الملك الشيطاني. أوه، هو الشخص ضروري للحد من كارثة في المستقبل. هل أنت حق مايكل؟ أجل أنا هو. هم يفكر. أجل أنت حق تبدو مثله. شكلك ومزاجك كما كان مقب، ولكن حالتك تبدو مختلفة. هل استلمت قلب التنين من مركز والبرجوس؟ أنا لم أرى حتى. لكن عائلتك هي واحدة من الأعوال القليلين التي تمتلكونها. أبي بخيل قليلا، هو لم يظهر أمامي حتى. حسنا، طالما كان يدان هكذا، ولكن لا يمكن التصديق أنها لم يظهر أغراض الوالدة الوحيد. هذا صحيح، من المفترض أن يكون أكثر كرم بصفته الماركيز. يفكر. أنت لا تبدو كذلك، ولكن يبدو أننا نتشارك نفس التفكير. أريد خير الموضوع. حسنا، أعتقد أن حذرت الاهتمام بطريقة ما. إذا ماذا تعتقد؟ ما الذي تتحدث عنه؟ لا تتظاهر بعد من معرفة حيال الخطوبة بين عائلة بورجس ولندن. خطوبة؟ ويبتسم. إذا قد فسخناها لأن مستواك منخفض للغاية، لا شيء أكثر وأقل. ويبتسم. هذا حقه، هو السبب الوحيد. هل يوجد سبب آخر فسخ الخطوبة؟ سأذهب مباشرة للنقطة الرئيسية. خلال فترة خطوبة إيلين كانت تقوم بتدريب المانا. استحالة. إذا كانت ابنتي تدرب على المانا بسرية تظنني أعلم مايكل. لا تنسى أنني الخامس في تصنيف القوة في الإمبراطورية. نعم، لم تكن كنت تعلم من رأيت على الرق. أنت مصدوم، أتقصد أنني أكذب الآن؟ وانا ربما لم يكن يقصد خداع منذ البداية. من الممكن ان تكون ايلين قضت تعلمت المهارة بشكل غير مقصود، وقد لاحظ هذا لاحقا.
وبدأ يغير الموضوع. بالتأكيد حين نسيت واجب عليه موازنة الموقف. الأخرق الذي خطبت ابنته له موهبة السيفة التي لديها أي جانب قيم أكثر. أنا متفهم أنك مستاء بسبب فسخ خطوبة، لكن هذا لا يعني أنك تتصرف بهذا الشكل. بالتأكيد هو واثق أنه لا يوجد طريقة لكي يكتشف أداة سهري القديمة التي استطاعت حتى خداع والدي والضغط الصادر منه. أنا لا يمكن حتى التفكير بشكل سليم أمام هذه الحالة الشديدة. لكن منذ فترة عندما كنت أحاول تشبث بآيلين ارتكبت خطأ. هنا يقول لها ياشر، أنا قد رأيت شيئا لقد اعتد عليها، يقصد بالهالة الصادرة منها متفاجئة. ونرى به وهو يضغط على الكرسي، أنا واثق أنك تعلم ما الذي رأيته. ماذا إن كانت مجرد تهيؤات؟ ألا تصدقني؟ إن كنت حقا تريد إنكار هذا يمكن التوقف هنا. صحيح، لقد سمعت أن اليوم بارسلوا القادم إلى هنا. ويبتسم، ربما أتصادم معه في طريق للعودة. ونراه هو متفاجئ ويخاف. توقف، إذا هل ستعترف بالأمر؟ ونراه يقول، حسنا مايكل سأعرض عليك شيئا، استمر. ونراه هو يتردد، هل ستسميه اتفاقا؟ ضرب خيبة أمل، هذا صحيح. هذا الرجل شخص من طبيعة التصغير بمثل هذا الهراء. أنا سعيد بوصولنا للاتفاق، إذا سأمضي في طريقي، أراكم لاحقا. نرى بطل مبتسم ونراهم وقليلين خائفين ومرعوبين. التفكير بأنه لاحظ حقا، لقد علمت بأنه ينوي على شيء، لكني أعتقد بأنه كان يخادع. وما البورجس يعلمون أن العقد باطل سيجعلوننا ندفع ثمن أكبر حتى. ماذا سنفعل حيال هذا يا أبي؟ اهدي يا إيلين، ظنت أنها مجرد مغفل لا يعلم شيء عن العالم، لكني كنت مخطئة. وكنت أعتقد أن نفسي بارعة جدا في قراءة الناس، مثير للاهتمام. ستحمل كامل المسؤولية إن أردت ذلك يا أبي. بما أن كل هذا أتى من جهلي، ستحمل المسؤولية. لن يتغير شيء حتى إن فعلت هذا. هذه مشكلة بين عائلتين. لكن وكذلك أنا من سمح بهذا. إن لاحظت مبكرا بأنك وقفتي عائلتك، لم يكن لحد شيء كهذا أبدا. لذلك لا تقل بأن لا توجد مسؤولية على عليك والديك. نرى مترددة ونرى ينظر إليه، من كان سيتوقع أن الهائلة ستوقظ وتقول لقد فعلتها؟ ونراها تلعب بها بحرية ويراها بها بأن ستتمكن من إيقاظها لتها بمفردها من دون أن يعلمها أحد. ونراها سعيدة بإيقاظها لتها عبقرية السيف. لقد أردت حماية موهبتك أيضا يا إيلين. ستتطلب على ورج الثمن مناسبة بما أن من قام بكسر الفروس يا أبي. لكن لا بأس، لن يطلب شيء غير معقول. بما أن ذاك الفتى لا يبدو بأنه يريد سقوط عائلتنا، ماذا تعني بهذا؟ أنا أقول بأنه لست غبيا كما تعتقدي. ثم يطرق على رأسه، إن لم تفهم وقوم بالمشاهدة من الآن وصاعدا سيكون هناك كثير التعلم. بارسلوب مجنون السيف، يتفاجأ، من أنت تعترضني؟ اعترض بطلنا حقا، أنا مايكل وولبورجرس. مهلا، من؟ مايكل وولبورجرس. انظر إلي بطلنا، لا يبدو بأنه يكذب. هل يمكنك رجاء أن تشرح لي ما يحدث؟ إن كنت تتذكر بشكل صحيح يفترض بي إلقاء الأميرة لندن اليوم. أنا حائر القرية وحسب أنا مخطئ. لا، ليست مخطئة، لقد أجبرت على بعض الأشياء وحسب. أجبرت على بعض الأشياء، لقد عبثت قليلا بالحاء. وينظر إليه، أنت تقلل من شأني؟ ليست كذلك، فلماذا إذا تحيك شيء كهذا؟ ما نوع الهراء الذي؟ ونرى الضغط عليهم وينظرون، هذا الزخم المتفجر. قوة تليق القلب القديس السيف بالطبع. نرى لم يهتم له بطل، ما سينتهي الأمر إن بعثرتها. ويتفاجأ، مهلا، ماذا فعلت توك؟ لن يفوت الأوان أن تغضب بعد أن تسمعني.
ولست مايكل والبرجس، فماما سمعته هو أجل غبي أعلم. بما أنها ليست كذبة بالكامل ليس علي أن أنكرها. الماضي غير مهم، بل الحاضر غزو لله، الشيطان يقترب به بطل وينظر إلى مستقبله. والإضافة لذلك، ذلك لن ينتفض المحارب قبل سموه، وأنا غاضب لن أسامح ذلك الحقير أبدا، وأنا أحس بالنية. أوه، ما الخطوة؟ هل يبدو وجهي غريب؟ لقد بدوت وكأنك تريد طعن شخص توك، هذا لأن هناك حق شخص أردت طعنه. اهدأ الآن واسمعني أولا. المتردد قليلا، تفضل. علمت ذلك. أجل، قد تبدو حاد الطباع لكنك شخص بارد الطباع. أنت تعلم متى عليك أن تغضب ومتى لا تغضب. أنا أجل أنها تدعى باضطراب تحكم الغضب المختار. لقد قتلتها بنفسك قبل أن تسمو لذا بالطبع، هذا حقيقي. من المحتمل أنك تأتي إلى هنا تعقد خطوبتك مع إيلين. كان يفترض حدوث هذا ما لم يطرأ شيء غير متوقع متفاجئ. هل تدخلت إذا لأنك كنت غاضب من فسخ خطوبتك معها؟ هذا مستحيل، لا قيمة لي بالنسبة لي بعد الآن. الشخص الذي يثير اهتمامي ليس هي بل أنت. أوه، شنو هالفجأة؟ من أراهم تعبيرهم. المعلومية، أنا أحب النساء. أبالي يحب الرجال، أنا لا غرض. ويبتسم بطلنا. أنت، ويحاول يصافحه فتكن حليفي، ويتفاجأ. ماذا، وليست غبية؟ إنك مجنون، إنك مجنون. اللعنة على هذا مايكل، نرى هو قاتل الشيطان وقف فوقه. هي تذكر ذكريات بطلنا هو أمام مجنون السيف. أنت ستسمو، لا محالة، هذه جراح لا يمكن أن تشفى، أنا أعلم. إذا تعلمت تدريب المانا مبكرة ولو عام واحدا لقد التقى قبل هذا. بطلنا مع ليون، قد قتل قائد جيش الثالث الخاص بالملك الشيطان الغيوم الوحشي. مقارنة بهذا اللاين المخصي الذي يحضر جيش كاملة معه، فقط الإسقاط قائد الجيش الثاني الملك الشيطاني لقد كان إنجاز لا يصدق. نرى هو من على وشي كلموت. على كل حال، مات ليون كثمن لهذا. هل لديك كلمة أخيرة تريد من نقلها؟ ما الذي يحتاج القول له من الآن؟ على الأقل أخذت هذا اللاين الشيطان معي. إن كان هكذا، لا تقلق حيال شيء واستريح. ويضع يده على رأسه. أجل سأفعل مايكل، أليس ما شيء منك من ذنني سأموت على أي حال. استمر. وأنا أريد أقول، هو أنت، أكان صحيح هذا صحيح؟ حقا لم يكن استطعت أن أصبح محاربة. وننتقل إليه. بطل نرى جالسا مع الخادم. هذا الحقير، هل وقفني باستخدام الشرف؟ حسنا، أنا محتاج على هذا. لا شيء مميز، هناك شعاعات تنشر بين مكاتب التعليم السماوي. أعتقد أنها وصلت على بارسلو بيضا. مكتب التعليم السماوي، أكان هذا عن محارب النبوة؟ أمر محيا لإيقاف كارثة قادمة. أجل، هذا هو. هذا ليس وكأنها المرة الأولى التي يقومون فيها بعد أمر كذا. لما القلق حيال النبوة لا يوجد إثبات بشأن. ولكنها معروفة جيدة، ليس كذلك؟ معروفة جيدة؟ من المؤكد أنها معروفة جيدة. العالم يشعر بتهديد هذا الملك الشيطان بعد، ولكن كان هناك نبوة واحدة ظهرت قبل بدأ ظهور إشارات الخطر. نبوة كاساندرا، عكس النبوات الأخرى. هذه النبوة انتشرت في العالم وأجمع. على كل حال، ملك الشيطان سيظهر في عالم الحالي والبرجرس. يصدقونها وراء كهذا؟ لم يصدق أحد أي شيء حيال هذا. لا شيء مختلف سيحدث هذه المرة. حتى تبدأ الكوارث ببساطة، الجميع تجاهلوا النبوة كأنهم معصوبين إلى عين ولا يصدقوها. هذا بخلافي، لا يهمك أن تصدقها أو لا، ما أريدهم منك هو مرافقتي.
توقف عن التحدث بالهراء، أنا لا يوجد لدي أدنى نية بالله ما أوهامك. نشر مثل هذا الهراء طريق مولير للتدريب الهالة. ماذا؟ حتى قدس السيف العبقري لا يمكن أن ينمو دائما. هو في هذا الوقت تقريبا حيث بدأت الهوية في التشكيل السيف ليون. لقد سمعت هذا من ليون بنفسه، لذا فهذه المعلومة بالتأكيد صحيحة. الشفرة المخصرمة، مولير هو أحد مؤسسي تدريب الهالة. بموهبته الفريدة الخالصة استطاع وضع قدمه من ضمن أقوى 5 سيافين في التاريخ. إذا ماذا؟ إذا قبلت باقتراح سأمنحك أرض تدريب الهالة الكاملة الذي ترك مولير خلفه. هراء، نرى غير راضي. مولير ترك وراه كتاب واحد فقط لا غير، وحتى هذا الكتاب غير مكتمل. أنا أعلم، هذا صحيح ليون بارسلوب. تدرب وتدرب، مرات لا تحصى على تقنية تدريب الهالة الغير مكتملة المورير. وأنا مايكل بورتلوس أتذكر الجزء الناقص من التقنية بوضوح. أنا لدي النصف الآخر من التقنية. أنا لا أطلب منك شيء كبير، أنا أيضا لا أهتم إن تمت خطبتك أو لا. أنا فقط أريد شيئا واحدا، هذه النبوة. أجل، نبوة كساندرا. ويقول إذا ما الذي ستختاره؟ ويترد النبوة. أنا لا أعلم مما في خاطر بحياته بسبب شيء كهذا، لكن طريقة تدريب الهالة مولير. ويتردد، لا يمكن أن يستسلم. طبق الإشاعات، هو مجرد أحمق الدرجة على ليندي طلب فسخ الخطوبة أولا. فقط ما هذا الرجل أريد. أنت قلت أنك لا تتم أن خطبت الأميرة على ليندي أو لا؟ صحيح. أجل، هي ليست مهمة بالنسبة لي في الوقت الحالي. حتى لم لم تهتم على تكسير همها الأمر. هل تعتقد أن على وورد بورجس من السهل جذب اهتمامه بشي تافه كهذا؟ هذا الصوت الواثق كأنه يقول إن لا يهم ما يراه الناس بشأنه على الإطلاق. ويراه يبتسم، هذا يبدو جيدا. انطباعي الأول عنك كان الأسوء، ولكن عندما أفكر الأمر أنت ليست بهذا السوء. بالطبع، فأنا أراك صديق. ماذا؟ لا شيء. ثم يقول على كل التقنية، هل يمكن إثبات أنها بحوزتك؟ إثبات؟ لما تتبعني؟ واقفين بين بعض في الساحة. ها، يمكنك الذهاب لأرض التدريب أشخاص آخرين فقط هكذا؟ أجل، أنا لدي إذن مسبق بهذا. ثقيل بشكل مقزز. قوة تقنية تزيد إلى سحارة الأربع دوائر. أوه، هذا أفضل بكثير. ما الذي تفعله؟ ويتسم، لقد طلبت إثبات. انظر جيدا، فأنا وشك جالك ترى شيء مذهل. إذا تنوي إثبات الأمر، هل ستشرح مبادئ طريقة تدريبها للمولير أو شيء من هذا القبيل؟ أنت الساحر. طريقة تدريب أكثر كفاءة مرتين مقارنة بأساليب التدريب الأخرى. اشتهر موري بكفاءته في التدريب الهالة. لا تختلف مبادئ طريقة تدريب مولير كثيرا عن طريق التدريب الأخرى، ومع ذلك فإن هالة مولير تطبع نقشة فريدة على الجسم مقارنة بأساليب تدريب هالة الأخرى التي لها حادي قارب 40. تزيد طريقة مولير الحد إلى 70. والآن قم بإيقاظ هالتك. لما فجأة أفعل ذلك؟ نحن بحاجة للتحقق بدقة. نراه يقضي هالته. ها، حسنا. ختم في طبعا عليه طلعا ختام. أوه، إنه ليس مميزة للغاية، ولكنها بالتأكيد نقش هالة مولير. لقد تعلمت نصفه، هذا هو أقصى ما يمكن فعله حاليا. أنا مندهش من أنك تمكنت من العثور على دليل تدريب هالة مولير. كنت محظوظة، لقد بحثت لفترة طويلة ولكني بكاد تمكنت من الحصول عليه بفضل والدي، ولكن فقط بعد تعلمها. نراه غاضب، أدركت أنها لم تكن كاملة بل كانت نصفها فحسب. لقد كان أمر لا مفر منه. نراه غاضب لأنها كانت المرة الأولى التي يتعلم فيها ليون طريقة تدريبه. تنبؤ ليون العجوز بنهايته، وإذا قام بتعليمي طريقة تدريب هذه لما علم بأن الأمر سينتهي هكذا.
ولكن يجب علي إعادة تلك الطريقة إليه الآن. يمكنني فعل هذا البضع مرات فقط، لذا أراقب بحذر. نرى هو ماسك بالسيف وأنا أرى ختمه يخرج على يده أيضا، ويتفاجأ. مستحيل إنها تحقق طريقة تدريب هالم ولير. ونرى بطلنا هي آلة قوية ولا يستطيع يسيطر عليها، ويقول هذا جنون هذا جنون، ويسقط على الأرض. ونرى بطلنا لا يستطيع السيطرة عليها، لا أستطيع أن أحافظ عليها لمدة دقيقة من الصبح، أحافظ عليها حتى 30 ثانية. بعد كل شيء يستخدم السحرة والمحاربون مانا بطرق مختلفة تماما. أرأيت ذلك؟ وينظر لي. ليس الساحر أنا، أجل أنا ساحر 100%، ولكن هذا غير مهم الآن. هذا كاف إثبات أنني أعلم الطريقة الصحيحة. إذا حدث منذ قليل هذا بهذا الطريقة. سحق هذا كثيرا على عقلي، يردمني. لا يمكنك فقط أن تعلمني بإياها، سأقبل كل ما أخبرتني به من قبل، لذا أرجوك. أعتقد بأني سأفعل هذا إذن. كنت متأكدة بالطبع أنت لن تقوم بتعليمي بهذا السهولة، لكن يتفاجأ. ماذا قد توا؟ سأقوم بتعليمك. من الواضح أنني لن أعلمك هنا، عليك أن تأتي إلى على بورجوس بنفسك. سأعلمك كل شيء هناك بهذه البساطة. مهلا، إلى أين تذهب؟ بما أن انتهينا هنا فليس لدي سبب البقاء لأكثر من هذا. ما لا ستقوم بحق تعليمي، لذا جئت إلى مكان عائلتك. لقد وعدتني حسنا، سوف تكون نذلة إذا خلفت وعدك. إذا لا تخلف وعدك. ونرى يخرج بطلنا. نرى مايكل يفكر به. أجل سعادتك. نرى هذا أبا شو يفكر به. كنت صحيح قبل مغادرتي، لم أكن أتوقع أنك كنت هنا. أنت مغادر بالفعل. حسنا، أعتقد أنك ستكون كذلك، لأنك انتهيت من كل ما عليك فعله هنا. إذا لقد كان يشاهد كل شيء العجوز خبيث. أرأيت؟ حسنا، لن يكون صعبة بالنسبة لشخص مثلك. لقد رأيت كل شيء، كل شيء. سأعتذر أولا، سأعتذر منك ومن على بورجس. وبالنسبة للتعويض سأترك أمك الأمر لك التقرر. كم هذا مفاجئ، إنها لا يعلم ما الذي كنت أنوي سؤال عنه بعد. لقد اتخذت قرارا مهما لصل لهذه اللحظة. إن هذا جد أعتقد أنه مناسب لأن يكون سيد عائلة كبيرة في إمبراطورية. أعتذر القدوم إلى هنا فجأة، أتمنى أن يصير اقتراحك الزواج من ليون بارسلوب على ما يرام. زواج؟ يبدو أنك أكثر حزنا مما كنت أعتقد. يبدو أن الزواج قد انتهى بالفعل. حقك، كم هذا مؤسف. أعتقد أن كل شيء صار كما كنت تخطط. ماذا تقول؟ أنا ببساطة عرضت ليون خيار آخر. ليون يمتلك شخصية شاملة. لابد يعتقد أن تلك الخطوبة قد فسخت لأنك لم تستحقها. لكن راك اليوم مفكر في نفسه أنه بعكس شعات يجب أن يكون هناك شيء ما كالانقطاع. دعني أسألك شيئا. واحدة، تعتقد أن أبو كان استعاد الثقة على بول بورجرس؟ لابد أن مخال رأسك كانت تولموك. بالطبع، طالما أن عندي تظهر صدقها بأبواب مفتوحة. صدق. سعادتك، ماذا هناك؟ إذا وجدت معلما مفيدا ليرين فماذا ستفعل؟ ويتفاجأ. ماذا ترغب بتقديمه لي؟ قلت أن عالندي ترغب في استعادة الثقة. معلم، أشعر كأنك تقول أن مهارة المبارسة في عائلتنا لا تناسبها. هذا ليس ما أقصد، ومع ذلك الأفضل بالنسبة له هو شيء آخر. أيها الدوق، أنا متأكد منك تسأل ما إذا كنت أقوم بأي حيال الآن. ويفكر. أنت تمتلك قلب مظلمة. مظلم؟ من مؤكد أن هذا سوء تفاهم. لقد سمعت الأخبار بني، ويمسكه من رأسه. كما هو متوقع من ابني، لم تكتشف خدعة لندن من كان ليكتشفها. أنت لا تعني هذا بصدق. ما الذي تعنيه قسوتك؟ هل يوجد أن يثق بابنها أكثر مني؟ يا لخف دمك. العقول
آخ أنا لن أحاول أن أقول كلمة واحدة، في النهاية فهذا دمبلدور برجس الذي لدي، ليس كذلك؟ يا لك من فخورة بنفسك، هناك رسالة أتتني من دوغليندن قبل وصولك، دوغليندن سيزورنا شخصيا لكي يعتذر، حسنا فقط لا تقم بنشر هذا في الخارج، لكشف عن هذا سيكون قاتل الشرف على فرسان ليند كليندل. بات لدينا كثير لنكسب بفضلك، ورغم ذلك لم ترق لي غطرة سليندل. إذا ما الذي تحدثت فيه مع الدوق؟ لم يكن هناك هذه القلق، أسأل إن كان بإمكانه استعادة ثقتنا. إذا بالطبقة نعم، إن كان سيظهر خلاصه وصدقه. إي أجل، لا يجب عليك ترك مشاعرك تتحكم بك في أمور مصيرية كهذا، هذا ليس من الحكمة. على كل أود طلب منك معروف بينما أقوم بواجباتي، أخبرني أياكن لقد عهدت لي بهذا الأمر، لذا فقط اتركها لي حتى النهاية. موضوع على لندن، هي أفكر ليس أنا من حل المشكلة هذه المرة، أريد أن أنهيها بنفسي. يا نضوجة، يبدو أنك اتفاق أصبح عارض قليلا. صحيح أنك ساهمت كثيرا، لكن توجد الكثير من أعمال العائلة على المحاك في هذا، هذا صحيح، ولكن أنك الصادقين لم تكن تستطيع فعل شيء إن لم أكتشف الأمر. ربما أكون أنانية، ولكن أريد أنهيها بذاتها بنفسي. ويضرب دوق ليندين العجوز رجل ذكي، هو مشهور كرمز للفروسية على وذلك، فهو سهل الاطلاع وحاد الذكاء. عندما تنهي هذا العمل، هذا يعني أيضا أن ستوجب عليه التعامل مع هذا الرجل المسرف بنفسه. أنا أعلم أننا رضت بطنون الجادة، حسنا هذا شيء يجب أن تمر به في يوم من الأيام، إذا بحاول كما تريد. لا تقلق أنا أخذلك، نرى يبتسم. صحيح مايكل، اليوم لقد قمت بعمل رائع حق أبي. وثم ينحني إليه، انظر إليه أبي، يا إلهي ما اللي حدث له بحق الجحيم، يبدو مختلفة عما سبق، هو لم يكن أبدا بهذا النضج، كان دائما ولد مدلل. لقد مر الوقت سريعا، حسنا ابدأ استعداد المفاوضات مع الدوق. لقد تركت الأمر مايكل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنني التدخل. أوه خبيث، الآن ما الذي يمكن فعله زعزع استقرار رجل عجوز؟ هل أقوم بنشر بعض الشائعات؟ قبل العودة انهار السمعة على تناكاق وعالة سحرية في الإمبراطورية في لحظة. ليس هناك سوى سبب واحد انهيار عائلتنا التي تبدأ كحصن حديدي، الصراع الداخلي. كان هناك قتال بين التابعين الذين أرادوا بطريقة ما الوقوف على أنهم التيار الرئيسي للعائلة، وجون التهم لأبي. في خلال صراع كبار السن على السلطة بسبب ضعف الوريث الذي هو أنا، تم استخدامي كأداة، وهكذا ساهمت في سقوط الأسرة موردين. أجل سيدي، لقد جاءت في كونت نوسترا زيارتي منذ بضع أيام، كان هذا قبل الانفصال بثلاث ليالي، يبدو أنك تتذكر هذا جيدا. أجل لقد أتى، هذا ليس غريبا بصفتك الوريث الوحيد للعائلة. أجل هذا ليس غريبا، في كونت نوسترا ساحت ذو سبع دوار، واحد توابع رئيسين للعائلة، ومن ذو الشأن والصوت في الداخل داخل العائلة. لقد كان شخصا موهوب واستطاع مساعدة والده منذ ان كان صغيرا، لقد كان شخصا مقتدرا، ولكن ان كانت هناك مشكلة مميتة واحدة تعطشه للقوة والسلطة شديد جدا. لقد اراد ان يكون المركز في عائلته، ليس فقط مجرد شخص ذو شأن. هل قام بسألك اذا كان امر هكذا في المركز؟ هذا ليس صحيحا، ولكن لا يمكن ان يتركه هو شأنه. في الحقيقة من غريب سماعك تقول هذا، لما لا؟ لم تكن أنت يا سيد الشاب من اعتمد كثير على في كونت؟ ويفك بطلا، لم أخبرك هذا اللقيط. يا له من اختيار جد كلمات موردين، لكي لا يكون أمر مبهم، الدوار الثلاثة غير المستقلة التي كانت لدي عندما كانت من فعل الكونت. في ذلك الوقت كنت متحمسة فقط عندما أفكر بأن أحظى بهذا العدد من الدوائر، الآن عندما أفكر بالأمر يا له من عار.
على كل، عندما أفكر بالأمر من الأفضل البدء في قطع الجذور الفاسدة في العائلة. لقد كانوا أصدقاء مروا وتغلبوا على أزمات سوية، لهذا لم يستطع أبي الشك ولا التغلب على في كونت نوسترا. وهكذا بدأ سقوط وانهيار العائلة. لا يوجد أي نية بجعل الأمر يسير بهذا النحو. موردين، سأكون في الغرفة، لذا هل يمكنك الظهر في كونت لي؟ لما هذا فجأة؟ أعتذر سيدي، ولكن ليس من النوع الذي أود لقاءك له. ويبتسم، لا تقلق، سأضطر لاستدعاء عاجلا ما أجل أن تسألان كيف سألعب معه. سأكون بانتظارك. نرى شخصا يدخل بالعصا. لقد سمعت بأنك تود الحديث مع السيد الشاب نوسترا، محبك في كونت نوسترا. هل سمعت هذا من كبير الخدم؟ أجل، لقد أتيت على أجل لأرى أن اتخذ السيد الشاب قرارك. هل وافقت على قيامي بتعليمك؟ سأكون واضح، لدي اقتراح لك. ماذا اقتراح؟ أنا وأنت أن نتخلص من الدوائر ونلعب سوية قبل الارتقاء. داس علينا والبرجس، ما زلت تذكر عندما تم تخريب العائلة بشكل واضح. في ذلك الوقت تسبب الفيكونت نوسترا الذي كان يتمتع بالسلطة في تدمير الأسرة عائلة نصف ميتة بالكاد كانت على قيد الحياة. في الوضع كانوا بالكاد يتنفسون فيها وجود أنفسهم في مواجهة تلاميذ الشيطان. أبي أفضل ساحر في الأسرة كان طريحة فراش لفترة طويلة، وكان السحر الآخرون قد تركوا العائلة. بالفعل من المستحيل وجود وسيلة للدفاع ضدهم. كان الفيكونت نوسترا أملنا الأخير، ساحر الثمان حلقات الوحيد في العائلة. عندما كان الجميع يحب السيف الفاسد متراقبين ماذا سيفعل، حتى أنا شاهدت ببعض الأمل. هيا الفيكونت، أي نوع من السحر سيستخدم؟ كيف سيقضي على هؤلاء التلاميذ المتغطرسين من عبد الشياطين؟ كان جواب الأمالي، أنا أستسلم. فمنتهى الفضاعة والجميع مصدوم. هذا الأمل تلاشى في لحظة وانهارت الأسرة تماما. لذلك قرر، دعونا نحارب بدون حلقات. لا أعرف أي شيء آخر، لكني سأفوز عليهم مهما كلف الأمر. وانا في كونت نوسترا متفاجئ، ماذا يريد؟ لا اعلم تعلم السحر من في كونت، لكن ليس متكد مو ما اذا كنت استحق ذلك. ماذا تعني بحق الجحيم؟ لن تعرف ابدا حتى تشعر بذلك بنفسك. وليس متاكد مو ما اذا كان في كونت لديه ما يكفي من المهارة ليعلمني ايضا. هل تعني انه لم يكن كافيا انني شكل دارتك ثالثة؟ بالتأكيد هذا ليس كافيا، وانا راه مفزع. علمتك كل ما لك، لكنك تجرع القول انك لا تؤمن بي. اهدى يا سيد دلفيكونت، نعم انا لم اقل انني لا اؤمن بك، قلت لا يمكن تأكد، اريدك ان تثبت جدارتك. لا ينبغي ان يكون ذلك صعب، ليس كذلك؟ بالاثبات هل تقصد؟ نعم، دعني نقوم برهان بدون حق سحر ضد سحر. اذا خسرت ساتبعك بصفتك سيد، اقسم بالبورجيريس. ويفكر، هذا الرهان، لكن ماذا لو ربحت انت؟ لم أبسط حينها، أنت ستصبح تلميذ بعد ذلك. تلميذك؟ حسنا، أنا موافق. أرفض في كونت نوسترا. ما هذا الشعور الغريب؟ القتال بدون حلقات؟ قد يبدو هذا غير ملائم، لكن بمعرفة الفجوة الحقيقة بين الحلقات لم يكن ميخائيل يقدم هذا العرض بدا. حدود المبتدئين. وين أرى؟ يذكر نفسه بالقمة. لكن بطلنا يقول، حتى لو كنت من عسل آلاء البرجلس فأنت مجرد طفل لا يعرف شيئا عن العالم. بطلنا يقول، انسى الموضوع، انه بالتأكيد في وهم خاص به حيث يظن انه مختلف. ان اكون رب الاسرة هذا مستحيل، لكن ارتقاء الى منصب لا يستطيع في سيد الاسرة ان يفعل لي اي شيء. هذا هو هدفي، اريد اتحكم بالرئيس. واتيحت لي فرصة لارتقاء لهذا الهدف. نعم، هذه فرصتي، فرصة لأكون في تاريخ عائلة السحراء البرجلس. ميخائيل، حتى لو كان قاصرا، هل تظن أنك ستهزم الذي ساعدك في الوصول إلى الحلقة الثالثة؟ نعم، سأصبح سيدك وثم سأكون مركز البرجلس. ويبتسم. ها ها ها. اليوم التالي سيدي صغير.
هاي تفاجأ تفضل بالدخول، لقد سمعت عن ما حدث الحق، قمت معركة ضد في كوتنيس ترى. نعم عائلت، لماذا؟ هل هذا يعني ان الحديث انتشر بالفعل؟ اعتقد ان هذا يعني انني لا استطيع الترجع عن كلامي. حسنا هذا ما اردته. لا لكن معركة مع الفيكوت هذا سيكون خطر للغاية. كبير الخدم توقف عن إثارة جلبة، هل يبدو أنني أستطيع حقا ووافقت على أن تكون تلميذة إذا خسرت؟ من خلال السماح لها بتعليم هذا يمنح القوة في النهاية. حسنا هذا هو الحال. نرى رئيس الخدم مصدوم. نوسترا رجل الشرير، إنه ليس شخص يجب عليك اتباعه باعتبار سيدك، أنا أنسي قريبة حتى من يكون جديرة بذلك. أنا بالتأكيد أعلم ذلك. لا يزال بمكان رؤيته ينحني أمام عبد الشيطان أمام الجميع. ثم كيف يمكنك فعل ذلك مع العلم بهذا؟ لأنني لم أذهب لهذا الحج فلم يكن ليأخذ الطعم. ها؟ كبير الخدم، هل تعرف سبب قدرة الفيكونت على ذلك؟ على البقاء في عائلتنا رغم ما فعله؟ قال لأنك المقربة من الماركيز منذ زغرة. نعم هذا صحيح، إن أحد رفاق والدي. لن يطرده الأب أولاً لأنه لا يزال لديه كثير من الحب تجاهه. نعم على ما أظن. ذلك عليه اهتمام به بنفسي. وانظر إليه بطلنا بنظرة جادة بهذا الرهان سيقيضة حتى لا يتمكن من فعل أي شيء. رهان بين السحرة هو عهد أبدي. يمكنك إنهاء التعويذة بالحديث. الرهان هو الوعد المصنوع من تلك اللغة. وعند كسرها سوف تخسر سحرك نفسه. هذا يعني ان اذا فزت ساحصل على اليد العليا في اليسرى حيث الاولوية. ويقول وهذا ما اسعى اليه، انها بالتأكيد خطة جيدة، لكن ليس هذا على افتراض انك تستطيع التغلب على الفيكونت. وهل يمكن هزيمه؟ ايمكن هزيمته؟ كبير الخدم انا اضمن لك إن في كونت نوسترا لا يمكن أن يهزمني مهما حاول. وتكون هذه النهاية. من يعجبك المقطع وتضعنا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.